كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، أي متعة الحج ومتعة النساء، فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لمثلهما. وبرضو جبت المصدر لصحيح مسلم الجزء الثاني باب نكاح المتعة فيما ذكره الفخر الرازي قول عمر متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله حلالا وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء. والمصدر في تفسير الفخر الرازي الكبير الجزء العاشر صفحة 50 الطبعة الثالثة. وقلت حضرتك فمن الذي يحلل ويحرم؟ أهو الله جل في علاه أم عمر بن الخطاب في صحيح مسلم وتفسير الفخر الرازي؟ تفضل حضرتك. يعني من ضمن بلايا يعني حياة أنه صار للإسلام مصادر، للتشريع مصادر وليس مصدر، فيشرعون بالقرآن الكريم ويشرعون بالسنة النبوية الواردة في البخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي وإلى آخره، ويشرعون حتى بإجماع العلماء. فهذا الأمر إنما صنع إسلاما يدويا بعيدا عن إسلام السماء، وبالتالي أصبح لكل مختال أن يختال ويقول هذا حرام وهذا حلال. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكاذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فتحريم عمر لمتعة الحج يعني الحج بالتمتع وتحريمه لنكاح المتعة إنما صدر منه، وقيل في موضع آخر أن تحريم المتعة صدر عن رسول الله، وقيل زي ما تكلموا في جمع المصحف فمرة يقولوا أنه جمعه رسول الله ومرة يقولوا جمعه أبو بكر ومرة يقولوا جمعه عثمان بن عفان. فهذه كلها أمور يعني تتهادم لأنها مخالفة للقرآن الكريم. فالمتعة مقررة من لدن الله عز وجل فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، ومتعة الحج مقررة بكتاب الله، فلا يمكن لأحد أن يحرم إلا ما حرمه الله. وللأسف أنهم مسلمين صار وعيهم العام المرشوق في أدمغتهم هو فقه الفقهاء وليس كلام الله في القرآن.